على العالم الإسلامي أن يزيل عوامل التفرقة. وحدة علماء الدين قادرة على أن تكتشف أسلوب الحياة الإسلامية الجديدة، وتعاون جامعاتنا من شأنه أن يرتقي بالعلم والتغانى، وبذلك تستطيع أن تضع أساس الحضارة الجديدة. والتنسيق بين وسائل إعلامنا بإمكانه أن يصلح جذور الثقافة العامة، والتلاهم بين قوانا العسكرية سيبعد المنطقة كلها من الحروب والعدوان، والارتباط بين أسواقنا سيحرر اقتصاد بلداننا من سيطرة الشراكات الناهبة، وتبادل الزيارات بين شعوبنا سيقرب القلوب والأفكار ويخلق روح الوحدة والمودة بينها. أعداؤنا وأعداؤكم يريدون أن يحققوا تقدمهم الاقتصادي على حساب ثروات بلداننا، وأن يبنوا عزتهم على حساب ذل شعوبنا، ويسجلوا تفوقهم بثمن تفرقنا. يريدون إبادتنا على أيدينا.